كذلك صلاة الضحى من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني ما يقصد إلا أن يصلي الضحى، فأجره كأجر المعتمر، أجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فهذه الصلاة، صلاة الضحى، إذا تكررت الفضل فيها عظيم. أولا بالنسبة لهاتين الركعتين فهما كأجر عمرة، وتخيل لك كم ينال المعتمر من الأجر، المعتمر كم ينال من الأجر؟ بعض الناس يعتقد بأن المعتمر فقط ينال أجر الطواف والسعي، لا، المعتمر ينال الأجر والثواب منذ أن يبيت النية، ومنذ أن يضع رجله في الغرز ورجله في الركاب أو في وسيلة النقل ويذهب وهو قاصد هذه العبادة، فهو في عبادة وطاعة حتى يعود، حتى يعود. ولذلك ركعتي الضحى له أجر من؟ أجر المعتمر، من صلاهما فله أجر المعتمر. لكن هل إذا كرر صلاة الضحى كل ركعتين له أجر عمرة لكل ركعتين، أم أن الأمر واقع على إيقاع جنس صلاة الضحى؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه الثاني. فمن صلى صلاة الضحى سواء كانت ركعتين أو 12 ركعة فله أجر عمرة واحدة، وإن كان فضل الله جل وعلا أعظم، ولكن هذا فيما يظهر أن المقصود به من صلى جنس صلاة الضحى سواء كانت ركعتين أو أعظم. وهذا لا يعني بأن من صلى أكثر من ركعتين لا يؤجر، أو أن أجره كأجر من صلى ركعتين فقط، لا، تتفاوت الصلاة، لكن نحن نتحدث عن أجر العمرة.